المجموعة الأولى. يلا. عمرو مصطفى، محمد يحيى، وليد سعد. مين الملحن اللي ألحانه بتعدل مزاجك؟ أنا هختار وليد سعد طبعاً، بس يعني عايز بس الثلاثة ملحنين كبار قوي، يعني ملحنين اللي بنفخر بيهم، يعني نجاحات عظيمة يعني تراث هيتساب وحاضر نجاح وكل حاجة، بس أنا هختار وليد سعد لكذا سبب ممكن أقولهم بسرعة. أكيد طبعاً. أولاً وليد سعد بيعزف عود، بيلحن على عود زي حالاتي وزي ناس كتيرة، زي كل تعلمنا منهم، مش هتخيالي صورة لمحمد عبد الوهاب أو بليغ أو موجي أو صنباطي من غير العود. فدي مزكتنا. رياض الهمشاري الله يرحمه، صلاح الشرنوبي اللي هو من أعظم ملحنين جيله، وليد سعد، عزيز الشافعي، وناس كتير. الجيتار حاجة جميلة بس مش بتاعتنا، جايبينها من بره، فأنا ما روحش أول حتة دي. لكن أنا بقى طبعاً الثلاثة ملحنين يعني من أكبر ملحنين في مصر، يعني بحبهم جداً على المستوى الفني، ووليد سعد على المستوى الشخصي طبعاً ده صديق عزيز وبعت له تحية.